حينها ما خلصونيش خدام مع واحد الشركة تنصد 16000 ريال وما خلصونيش 5 و 6 و 7 و 8 وحنا مدوزين الباك وضربين تمارة وعندنا الباك وداروا لي استدراكية وعاودنا تاني خدمنا وما خلصوناش وتنطلبوا من المسؤولين يديروا معنا شي حل الله يجزيكم بخير وحنا يا راه مضرورين وحنا يا مساكين وخدامين على وليداتنا وصيفطوا لينا واحد الورقه حنا تنتفاجئ صيفطوا لي واحد الورقه قالوا لك باش توقعيها بلا ما غاديش ما خلصوناش بلا ما تنتسالش بلا ما تنتسالش للشركه وحنا قالوا لك حنا خارجين في شهر 5 رزدناكم خارجين في شهر 3 وشهر 4 و5 رزدناكم غير شهرين وفي النيابه قالوا لهم تزيدوا 3 شهور وحنا ما عطاونا والو وتنطلبوا من المسؤولين يديروا معنا شي حل الله يجزيكم بخير وحنا راهي مساكين وانا مجوجه وعندي وليدات وتنتقاتل مع الزمان وساكنه في الدار تاع لوسي وتنتقاتل مع الزمان والراجل مره خدام ومره ما خدام وهاد كوفيد عرفتوا كل شيء اللي كاين ودخل للمدرسه والدراري خاصهم كل شيء بغا يدخلوا للمدرسه خاصهم الادوات وخاصهم وحنا مضرورين مع هاد كوفيد ما خدامين من شهر 3 ما خدام راجلي قاعد إوا تنطلبوا من المسؤولين الله يجازيهم بخير يديروا معنا شي حل والمؤسسة تنشكروا الأساسيين هما اللي تيتعاونوا معنا تيلموا لينا شوية مرة هكا تيعطيونا الله يجازيهم بخير تنشكروهم وحنا مقهورين دروكا وتحبس علينا الخلاص كنا ديك 16000 ريال تنتعاونوا بها مع الزمان والوليدات كما كان وقطعوها علينا إوا تنطلبوا من المسؤولين يديروا معنا شي حل الله يجازيكم بخير الله يعطيكم الستر حنايا كخدم واحد الشركة حبسين علينا الخلاص هذه من شهر 4 شهر 5 و 6 و 7 و 8 وحنا تنخدموا ب 16000 ريال وما في حالنا شيء وحنا هنا دوك الاساتذه كيتعاونوا معنا مساكن هكا الله يجازيهم بخير كيتعاونوا معنا شويه وعطونا واحد الورقه دايرين لنا فيها باللي راه حنا ما كنسالو والو وحنا راه ما حقوقنا كلهم شادينهم وقلنا تقليزيوها وجيبوها لينا قلنا نخلصوا لنا بعدا هاد الشهر اللي دازين وانا راه من قبل كاع كان العام الاول 7 شهور ما خلصوني فيها وخدمت رغم ذلك ما قلت والو صبرنا وهذا المهم الله يجازيكم بخير حنا تنطلبوا من المسؤولين يتدخلوا في هذا الشيء ويشوفوا كيفاش معنا هذا الشيء الله يجازيكم بخير انا عندي تناول جوج وليدات وبنيه الراجل تا هو كاع ما خدام هو التواني سميتو راه ما خدام ما والو وفهاد سميتو راه ما تعطينا داك الدعم لا والو غير هكاك اي والله يستر عليك الا ما كنطلبوا منكم راه يلا مضاربين حتى 16000 ما تقدر عارفين كل شيء راه ما يمكن 16000 تجي لك سميتو الصايرو والمصاريف ديال الدراري ولا هذا ولا الحاله ضعيفه وتنطلبوا من المسؤولين يدخلوا ويشوفوا معنا الله يجازيهم بخير